هو لكأس العالم الحظوظ وافرة. رانا احنا الفريق اللي طلع على المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها، احنا حاليا نسوم ليكيبا باتر، نسوم الفريق الذي يخشاه البقية يعني بكل تواضع، يعني برك نسبة للاعبين الموجودين عندنا في الفريق الوطني. وطبعا اللقاء مع التبعات اللي كانت قبل مع الكاميرون وتنظيمها الكأس إفريقيا حيكون عنده طابع خاص ونكهة خاصة، معناتها فيها شوية حماس وفيها شوية قوة، وأنا أكيد الفريق الوطني تاعنا يكون قد هذه اللقاء إن شاء الله. إحنا اللي نطلعوا طبعا الحمد لله اللاعبين بعد الخروج من كأس إفريقيا عودوا إن شاء الله في الأندية النوادي تاعهم، رم يقدموا في أحسن مردود، في رم يسجلوا ورم يشاركوا أساسيين، وهذه ترجع بالفايدة للمنتخب. والله ما يهمناش الملعب اللي راح نلعبوا فيه، هنا الجزائر بلد كرة القدم، الملعب اللي راح نكونوا فيه راح تكون مباراة جرينتا، مباراة على الألوان، مباراة لرد الاعتبار، وإن شاء الله راح نقول لهم ملتقانا إن شاء الله في قطر 2022. حدود إن شاء الله نتاعنا وافرة إن شاء الله، وإن شاء الله الفريق الوطني إن شاء الله نقولوا بإذن الله راح يترشح. الفريق عندنا فريق في المستوى، إمكانيات تاع اللاعبين تاعنا محترفين وفي المستوى. الإشكال اللي مطرح في كأس إفريقيا الأرضية تاع الملعب، نظن بلي أرضية ملعب مصطفى شاكر جاهزة، وراح يكونوا إن شاء الله اللاعبين تاعنا جاهزين، والفوز راهو في إن شاء الله كما يقولوا في متناولنا. ولا صادر هذا انا نقدر نحاسبوا اللاعبين تاعنا في 90 دقيقه في التيران، ونحاسبوا جمال بالماضي 90 دقيقه في التيران. الباقي على الفيدراليه انها تتحرك، انها تطفي نار مثلا جمره ايبوسي اللي عاودوا احياوها، لا ادري شكون اللي عاود احياها، ربي يرحمه. لازم الدبلوماسيه تاعنا تتحرك، لازم الفيدراليه تتحرك، لازم معناتها تحيد اي حاجه خارج الرياضه، ويكون اللقاء يمشي في المستطيل أخضر وفقط. أنا نطلب من اللاعبين أنهم يركزوا ويفرحوا الشعب الجزائري كما العادة، ونطلب من جمال بالماضي كما نعيطوا له حنا في الجزائر وزير السعادة يعاود يفرحنا، وهذا هو الفريق معروف بالكولاسة، بس نحيو الكولاسة، نحيو الكولاسة الكورتي، نحيو المناخ الكورتي، الكل ينحيوهم. اللي يحب يلعب المونديال ينحي كلش من مخه، يحط في مخه أن يروح المونديال يلعب لو تو بور لو تو. هذه ان شاء الله تكون ملاحه، نديروا التعادل معاهم ولا نربحهم 1-0، كي يجيو هنا ملاحه تكون ظروف مواتيتنا، مش مشكله كون جينا عندنا باك رحنا عندهم تولي كواليس كبيره، بس كي نروحوا عندهم ويجيو عندنا ان شاء الله تكون فيها خير، فيها الخير ان شاء الله. والله الكواليس هذيك ترجع كيما نقولوا حنا حنلعبوا عندهم في لالي، لا في الكاميرون كيما نقولوا حنا مش حتكون يعني كواليس يعني كيما من ناحيه الحكام، باسكو هذه ماتش باراج، مش يعني مالفين نلعبوا من ماتش باراج ونشوفوا شغل، عندنا خبره في ماتش باراج. ما من الكاميرون انا ما نقدرش نستاهلوا فريق كبير في النجوم من هنا، بس عندي امل كبير المنتخب الوطني يطلع الاعتبار وإعادة الأمور اللي نصابها، معناتها باش نلعبوا كرة القدم، وفي كرة القدم حقيقة الفريق تاعنا الوطني شكون اللي يغلبوا معناتها في التيران؟ فريق متكامل متجانس، كتيبة رائعة، ربما هو أحسن جيل الكرة الجزائرية مع احترامي لجميع اللي عدوا من قبل، راهو أحسن جيل للكرة الجزائرية حاليا، وراهو في أوج عطائه. طبعا الحظوظ وافرة لنا، احنا إن شاء الله احنا نكونوا في قطر. حبت اي جواب اي لاعب يحب يلعب لا كوب دي مون، يحب يبارتيسيبي كوب دي مون، واللي يحب يلعب لازم يوصل مقابله مصيريه، ينحي لي زوب الساك ينحيها من الطريق.